حاسب. وسع وسع وسع. تعلن شركة مصر للطيران عن وصول رحلة البحرين اللي عليها أحلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا. العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا. نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. يا عم قول وانا اقول يا عم رش الطول. يا عم قول وانا اقول يا عم رش الطول. احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير. احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير. احنا فريق الكوكواوا. احنا فريق الكوكواوا. ملي حبيبتي معقولة جاية تسميني؟ بليز ابعد عني. أنا مش مصدقة. أنت إزاي مش مستخبي؟ إزاي مش مكسوف؟ أنت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ ملي في إيه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقة وبعدين أنا شايف إن ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو إيه حقها ده أصلاً؟ حقها ده حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير. يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك حقها. تؤذى فيها. تؤذى فيها دلوقتي. يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you. لو انت مش خايف على مستقبلك خايف على مستقبلي انا. خايف عليا. من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي. حاضر. بس انت اوفر. الموضوع ابسط من كده كتير. دي لو هتعدي. وسع 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 وسع. القاعد يقف واللي واقف يوسع. وصلت عروستنا الاموره اللي عايزه لها مليون صوره. يلا نعمل لها احلى شفوره. اديني يا ابني سندوتش هنا. اهي جت الحلقه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. إيه هاني اللي انت عامله ده؟ إيه يا بت؟ دي كرات مش عجباكي ولا إيه؟ مش عجباني؟ ده أنا مبهورة. ده انت مشرفني وسط الناس كلها. إيه الحلاوة والشيك؟ إيه ده؟ ايه الكوشه الحلوه دي؟ دي فكره القوقعه ولا فكره ورق العنب؟
بصي انا سايبها مفتوحه يعني اللي عايز يشوفها ورق عنب هيشوفها واللي عايز يشوفها كوكا هيشوفها. الله تحفه تحفه. طب والنبي هني اعمل لي واحده زي دي في فرحي. لا يا عبيطه في فرحنا بقى شايل لك الافتكاسه الكبيره. إيه؟ هنعمل الكوشه متحوطه بشجر الموز والكوشه نفسها معموله من قشر الموز. الله ما تزفلطش دي يا هاني خطر. لا ما تخافيش ما احنا هنرش نشاره خشب. الله عليك مبدع يا هاني. لا بس في سؤال، مش كشت الموز دي لو اتركنت شويه تسمر؟ ما انت عارف الموز لما يتركن لونه يغير معاه. يا بنتي ما دي بتنزل فريش يعني، واحنا عند المصوراتي يكون الناس بيقشروا في الموز. نورت بيتك يا قمر. تسلم لي يا سعادت. بقول لك ايه يا اخويا؟ امري. انت هتوديني فين في شهر العسل؟ اختاري بقى يا ستي، عاوزه تايلاند ولا بالي؟ بالك؟ لا خد بالك يا سي عبد ما تكروتنيش. انا يا اخويا عايزه شاليه يا في مراقيا يا كذا فلانك اللي في الساحل الشمال. كذا فلانك؟ كذا بلانك. ايوه كاريناك. طب احسن اشوف لك حاجه في امون او الرواد. ده في الساحل الشمالي برضو. ايوه بس تاني يمين. المهم قولي لي بقى ايه الألاجة دي؟ حلو؟ حلو، ده هاكل منك حتة. مأجرة منين؟ مأجرة ايه؟ أنا مفصلة طبعا. مفصلة منين؟ ده أنا رحت مخصوص للترزي بتاع أستاذتي وملهمتي غدا إبراهيم عشان يعملهولي، وقلت له إن أنا عايزاه موف غامق عشان الأحداث. أحداث ايه؟ معرفش، هي دايما بتقول كده في أي أحداث. سلموا. ودلوقتي لحبايبنا اللي مشرفينا فقرة الكليب. الكليب ده اهداء لخالتي صباح. خالتي صباح اللي على طول بتقل مني وبتهني مع انها مني، بس معلش انا جلدي تخين وبستحمل. وجه الوقت يا خالتي اللي تعرفي فيه ان هاني الدبدوب فنان موهوب. وقبل ليلتنا يا شوشو العب يا ابن الكليب. أخذني معك بالجو الحلو، خليني معك استراح يا حلو. جمالك جمال، جمالك جمال، مش عادي وكلامك كلام. شفتني وانا عصفورة يا سعد؟ ايوه. واحلم معايا وغت ايدي واحضن هوايا على قد ما شفت وعشت. جربت اكتر من اللي نفسي فيه. بجد الفيديو ده كارثة، أكتر من زلزال 92 وتسونامي تايلاند وقنبلة هيروشيما. مكسوفة منك، مش قادرة أقولك. مكسوفة منك، مش قادرة. بنشكر حبايبنا اللي مشرفينا ومنورينا، وكنت متاكد ان اللي بيتعمل من القلب بيوصل للقلب. ولعها يا ابني. حرمان زهقان، زهقان طهقان، ابعت مشوار اليونان وتعبت في السكر والنسوان خرب وخد سطرين.
لا يا سمير يلا اعمل هما الناس جعانه. ايه يا هاني المنظر ده؟ مش كنت عملت البوفيه اوبن؟ اوبن ايه يا بنتي؟ اوبن يعني مشاكل يعني خناقات يعني هتخرجي بطبقك وست غرز في راسك. لا برضك الناس تتريق علينا كده. تريقوا علينا ليه؟ يا بنتي انت مش فاهمه، كل علبه فيها سندوتشين جبنه رومي وسندوتش لانشون وكان زايه، ده غير بقى علبه الحلو. ايه ده في لانشون؟ أه؟ طب ما تقول كده، ارجع لي يا ابني بالصينيه دي، طلع لي بقى كل سندوتشات اللانشون اللي في العلب، عبيها لي في اكياس وانا هوزعها بمعرفتي، واي حد هياخد لانشون ولا ايه؟ الاكل عجبكم؟ بالهنا والشفا. خدت لانشون يا حاج؟ لانشون؟ ايه هو اللانشون ده يا بنتي؟ اللانشون يا حاج اللي هو بيبقى مدور كده واحمر، اللحمه يا حاج. لحمه؟ اه. لو في صالح حكي؟ لا في صالح يا حاج طبعا، اتفضل اتفضل بالهنا والشفا. اتفضل يا مستر منير، انا عاده بدي كل واحد سندوتش لانشون، حضرتك اتنين. ايه ده ايه الحاجات دي يا ناس شريهان؟ انا ما باكلش، ماما كانت منع اي لحوم مصنعه تدخل البيت، علشان كده انا ماشي باللانش بوكس بتاعي. طب ليه حضرتك؟ ده لانشون صلاح وعبد الفتاح. مشكله اسامي يا ناس شريهان، دي وصيه لازم تحترم. كانت عايزاني ما اتخنش. الله يرحمها الست الوالده، حافظت عليك من فوق وطنشت من تحت. اتفضلي يا ماما ستنا، اتفضلي بالهنا والشفا. يلا بنتي يا نيلي، انا ما بطلعش اللانشون ده الا للغالي، خدي انت وصاحبتك سوا. شكرا، مش عايزه منك لانشون. وصاحبتي على فكره اسمها سو. ايه يا بنت التناكه بتاعتك دي بفستانك الاحمر ده؟ قسما بالله الفنانه بوسي لما عملت مارلين منوكت احلى منك. دوبي 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 دوبي، انت سمعتي بتقولي ايه؟ دي فكره ان احنا في حفله تنكريه. يا نالي ايوه، بس انا كان فعلا نفسي في لانشن. سو انت بقيتي زيهم؟ بصي شايفه الست اللي بترقص فوق الترابيزه هناك دي؟ اطلعي ارقصي زيها كده فوق الترابيزه وعملي ببطنك كده وقولي عايزه لانشن، عايزه لانشن، اديني رمضان. انا قلت عايزه لانشن. ماما ميني ما تاكليش الساندويتش، نيان خدي هذا الساندويتش، ما تخليهاش تاكله. الحلو يجيب الحلو. تبقى هتلزقني. انا ما اكلتش يعني. حتى ده يا ميت، هتدخل الفلوس دي بكره في حسابي في البنك باي طريقه إن كانت يا اخي. لا ده وقته. مساء الخير. مساء الخير. من فضلك بلاقيش الشاحن بتاع الموبايل عند حضرتك. وريني فيه. اه عندي. تعالى شيلهولك. طب انا افتكرت انا معايا تقريبا واحد في العربيه. ما انت مش عايز الشاحن خمس دقايق عشان شيلهولك، ما تقلقش. عند حضرتك شاحن؟ عندي اه. لما دخلت الفرح لقيت كل الموجودين بهوات، حتى العيال الصيع والشمامين بهوات. حضرات السادة البهوات، معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية ونجم المواد في الوطن العربي، اللي ولا واحد ولا مية يقدروا ينافسوه، اللي ولا 1500 يقدروا يهزوه. المطرب الوحيد اللي دعا إلى السلام وقال السلام عليكم. المطرب الوحيد اللي لما يغني والدنيا برد تلاقيها نار النار النار. المطرب الوحيد اللي سأل على عم سلامة في شدته. معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية، بشرى لكل العيانين، جبنا لكم حكيم. شافوا لا انسان ولا جان، قمر 14
عشر والله ربنا هيحسبك على الحلفان اللي لا لمسه وكلامي قلته يا بخته يا رب وعيدنا دم العيون شقلت كياننا على قلب سحر ده هياخدنا سقفونا خلي اليوم ده يعدي بالسلام اسكن يا عرسنا احنا بنضحك مش قاصدين حد بنهزر وياك والفرحة لا انا فعلا بتكلم جد الليلة لمسه وكلامي قلته يا بخته يا رب وعدنا زغل العيون شقلت كياننا على فين بسحر ده هياخدنا ازاي تاخدي مني المايك وانا بغني؟ انت مجنونه يا بنت انت وانا اخدت منك المايك ولا انت؟ ايوه عشان تطلعي تتلزقي في الراجل انت والبتاع بتاعك ده. يا حبيبتي اللي اتلزق فيه ده انت مخالتي كده. ايه اللي انت بتقوليه ده وما يعرفكوش؟ يا جماعه خلاص قلنا صلوا على النبي خلوا الليله دي تعدي على خير بقى والنبي انتوا بقيتوا قرايب ونسايب في بعض. استاذ حكيم من فضلك مالكش دعوه بالناس دي لانها زهقتني في حياتي وانا اسفه قوي اني اخدت منك المايك في الاغنيه بس كنت عايزاك تعرف الحقيقه. ايوه بس ما كانش في داعي للنمر اللي انت عملتيها قدام الناس دي. حضرتك مش فاهم هما بيعملوا فيا ايه. ما بس مش... بقى يا بنت انت هتحكي لي قصه حياتك الراجل مش فاضي. اخرسي بقى فضحتونا فضحتونا مش ممكن. استاذ حكيم مش عايزين نعطلك اكيد عندك افراح وحفلات وكده. يا اموره اتفضل فين استاذ حكيم جاي يقعد معانا لحد الصبح عشان هو نجم شعبي يعني مننا احنا مش منكم انتوا. ده مغني عالمي غنى مع جيمس براون. ايه اللي بتقوليه ده يا استاذ حكيم؟ ما عرفتش الاشكال دي خالص. والله هتلاقيه جه عشان انت رحت مسحتوا له البيت انتوا الاثنين. ما تلمي نفسك يا بنت انت هاني ده اكبر نبطش متعهد حفلات فيك يا مصر. اساسا استاذ حكيم جه عشان بابايا انا. هو ده بابا؟ ايوه بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا 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 يا بابا نسبة زيت معي مش ممكن يعني بجد. انت بتعملي ايه يا ولية؟ مش انا اللي بعمل ده هو اللي بيعمل. هو وانت بتهببه ايه؟ الواد كان محظور وعايز يشخ والكنيف عندكم مشغول يصير ورا المسرح ولا يصير هنا في المية. انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمة منك حاجة. بس يا حبيبي كفاية ايه كل المية دي هو شارب ايه؟ هيشرب ايه يعني شارب ازازتين بير. اطلعوا بره بره البيت خالص يلا بره. ماشي يا اختي ماشي. يلا امشي. يلا يا ابني يلا امشي بقى. يلا يعني اولع في البول ولا اولع في البيت ولا اولع في نفسي؟ ربنا يسامحك يا بابي يا رب الزفتة دي تعدك بالليل. نيلي انكل سليم تعالي. ايه ده حضرتك عامل كده ليه؟ واحد انتهز ان الموبايل بتاعي فصل شحن جابني هنا وقلبني سرق كل حاجة محفظة موبايل ساعة كل حاجة. واحد منين من الشارع؟ من هنا من دول؟ معلش يا انكل امباري سوري مش عارف اقول لحضرتك ايه. طب تعالى اجيب لك حاجة تلبسها. يا ريت والنبي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه المنظر ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا بنت عمي؟ طب اقفي في ديره ولا حاجه استر على نفسك. وبعدين مين ده مدير البحر؟ ايه اللي انت بتقوليه ده انت اتجننتي؟ اتجننت ايه يا حبيبتي؟ انت عايزين اكدب عينيا
واقفه مع راجل غريب في الزنقور بمنظره ده هتكونوا بتعملوا ايه يعني؟ بتلعبوا استيميشن؟ يمكن كان بيعلمها فنون القتال. بس يا متخلف انت وهي، ده انكل سليم قريبنا وواحد من الزباله اللي انتوا عازمينهم هو اللي عمل فيه كده وسرقه. لا حاسبي على كلامك يا حبيبتي وفرملي عندك، احنا ما نعرفش ناس زباله، وبعدين احنا شعرفنا، ما يمكن هو جاي الفرح مهاوي على نفسه كده. جاي فرح مهاوي ازاي؟ هو جربوع زيكم؟ ما تلمي نفسك يا حبيبتي، احنا ما نعرفش جرابيع، الناس اللي جوه دول اشرف منك واشرف من اللي تعرفيهم كلهم، على الاقل جايين بملبسهم. خلاص اهدي يا شوشو اهدي، خلاص يا استاذه نيلي احنا هنحل الموضوع ده اهوت. بقول لك ايه؟ مش يمكن يكون الواد ايمن قرده هو اللي عمل الحوار ده؟ هو انت عزمت ايمن قرده؟ انا اضطريت غصب عني. ده مثبتنا انا مرتين يا هاني. طب هنجيبه منين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ يا اما في بيتهم يا اما في شارع عبد العزيز بيفور الحاجه اللي معاه. ما تقلقش يا حاج، حاجتك عندي انا هجيبها لك. حاجه ايه اللي هتجيبها له؟ انا هحبسكم كلكم. الحق عليا ان احنا عايزين نساعدكم. تساعدوا مين يا حراميه يا باور؟ باور نور يا ابله. Whatever. انا هكلم البوليس حالا عشان يجي يقبض عليكم. اعملي اللي انت عايزاه، انت هتقرفينا. الو بوليس، ممكن اعمل اوردر لو سمحت؟ عايزه ابلغ عن سرقه في فيلا عبد الله مكاوي. يا نهار اسود، حضرت الظابط ايه السيرفيس التحفه دي؟ انا لسه قافله حالا، جيتوا بسرعه قوي. لو سمحت انا عايزك تقبض لي على دي ودي والولد ده اسمه هاني الارنوب. ارنوب ده ايه؟ دبدوب يا باشا. هو ايه اللي قبض على دي ودي ودي؟ لا يا باشا، انا اللي عايزه ابلغ عن البت دي، قفشتها في وضع مخل مع راجل، هتلاقيه متلقح هناك كده في دروه بملابسه التحتانيه. ايه قله الادب بتاعتك دي يا مجنون؟ ده انكل سليم. يلا يا ساره يا بتاعت انكل سليم. بس بس بلاش كلام فارغ. انت عبد الله مكاوي؟ ايوه. انا معايا امر بالقبض عليك، اتفضل معايا. ليه؟ دي مراتي. انا مالي بمراتك؟ انت شركتك تملك باخره كانت طالعه من ايطاليا للصين؟ ايوه. اتفضل معايا عشان الباخره دي غرقت. طب وانا مالي يا فندم؟ وانا اللي سوقتها؟ لا، احنا مسكنا السواق. اتفضل. لا 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 يا خالد اتفضل. طب لو سمحت يعني بس ممكن اخد الرويه بتاعه بس يجي عارف الاول؟ يا باشا ده عريق. يا لهوي بس بقى. هاي ريسو، ام فاين الحمد لله. مفيش مركب من بتوعنا غرقت في اوشن وعليها بضاعه كتير قوي، فالشركات اصحاب البضاعه هم اللي قدموا بلاغ في بابي. واضح ان في ناس وشهم حلو قوي علينا. طب اديها بالجزمه دي ولا اعمل فيها ايه؟ خالتي استني بس. ما هي عندها حق الصراحه، ده احنا قدمنا محني، ده احنا جبنا ده غير راجل، ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات والاقسام وهيسجن اهو. طب اخرسي بقى، اخرسي بقى واسكتي وتنيلي على عيني. قالوا لنا انه هيخرج بعد شويه، بس قالوا لنا هيخرج بكفوله، ده نوع من انواع العقاب. كفاله؟ اوكي. ايه الكفاله دي؟ ندفع. اقفل يا اسود دلوقتي، باي. طب يا عبد الله بيه، اسيبك انا اروح الحمام وبكره الصبح نتقابل ان شاء الله. وانت تستنى في الحمام لغايه بكره يا منير؟ يا دوب يا عبد الله بيه. بنوي بنوي جوز حبيبي، الحمد لله على السلامه يا سعد. الله يسلمك. شده وتزول يا عمو. شكرا يا بنتي. بابي طلق الست دي دلوقتي حالا، دي وشها وحش قوي عليك من اول يوم المركب غرقت. امال بعد 2 ويكس هتعملي فينا ايه؟ اوعى تصدقها يا سي عبدو، ده انا وشي حلو قوي. اوعى يا اخويا تطلقني، ده انا ادمي حلو. هي بس اللي من نفسنا مني شويه. انا ايه؟ ايوه من نفسنا مني، من ساعه ما شفتيني لابسه فستان الفرح وانتي مش طايقه نفسي. بس 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 فستانك ده اسكتي خالص. اسكتي خالص؟ بقول لك ايه يا بنت انتي، انا خلقي في مناخيري ومش مستحمله ومش ناقصاكي، كفايه البتاع ده طبق على نفسي. ما هو طايق على نفسنا كلنا، انتي اللي مش متعوده. انتي شعرفك يا بنت، انتي كانت متعوده ومش متعوده. اسكتي يا ملزقه يا متفتفه. ايه ده؟ ما تقوليش ملزقه يا متفتفه. صحي المدير. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش مصدق. هاو صباح، انا تعبان. سلامتك يا حبيبي. طب اروح. يلا يا اخوي، حط ايدك في ايدي كده. بس كان نفسي نتزف الاول يعني يا سي عبدو. مش مهم.
ما تسمعيني زغروت يا بنت.